حدود الترعس الفريق الوطني المغربي، ولكن كيف قلت لك الكره دابا ما فيهاش ثقه، كتقدر ما تعرفهاش كيفاش، لانه كتكون واحد العوامل نفسيه، كتكون واحد العوامل اللي هي سميتو ربما هذيك العوامل النفسيه هي اما كتحفزك تربح، واما هي تكون ضدك كاع وكتولي غير كترتكب اخطاء. المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي كلهم كانوا غاديين في واحد المسار مزيان جيد، ولكن الحكم ما تيكونش في الدور الاول، لان الدور الاول حنا كنعرفوا كتكون فرق اللي هي متوسطه، اللي هي حنا باش ما نقولوش ضعاف، ولكن اللي كتكون متوسطه اللي هي اقل مستوى من الفرق اللي هي معروفه كجزائر كالمغرب كمصر كسميتو. الرساله ديالي وهو الرايه يلعبوا نفس ويعطيو مجهود ديالهم، لانه كيعرفوا رسوم راه تابعهم شعب، من وراهم شعب، دوله بكاملها من طنجة حتى للقويرة كلها هي راه كتسناهم يديروا واحد النتيجة اللي هي مرضية واللي هي وكتبقى ديما رياضة. حنا ما داخلينش الحرب، ولكن كنبغي كنشجع المنتخب الوطني، لأنه المنتخب الوطني كيبان أنه كومبيتون باش يربح هذا الماتش هذا، وحنا ديما مغابة كنشجع المنتخب في اي بلاصه اللي مشى، سواء في افريقيا ولا في اوروبا، حنا ديما كنساندو المنتخب تاعنا، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا انه غادي يربح، ويخوض هذا الماتش، هذا باش يتاهل لكوب دي موندي 2022 ان شاء الله اللي غادي تكون في قطر. الاداء ديالو كانت زوينه، لانه بحكم التكتيك ديال اللاعبيه، وخصوصا اللاعبيه احتياطيه، لانه لعبوا بينو ان القدرات تاعهم انهم كيلعبوا كيعرفوا يباسيو كيعرفوا يقال الفكره ديال صاحبو شنو بغى يوصل ليه. هذاك الشيء علاش عجبنا عجبني انا المنتخب في هذا العام. الاداء المنتخب انا شاف انا ما تفرجتش ليهش بزاف، لان كانت لعبه مع مصر، ياك كانت لعبه مع مصر ما تفرجتش ليهش مزيان، ما نقدرش نحكم على شي حاجه بلا ما نشوفها. الرساله ديال المنتخب الوطني انهم يلعبوا مزيان ويحاولوا انهم ما يخسروش في هذا الماتش هذا اللي غادي يكون لاعبين معاهم، وحاول ما امكن انهم يتقاو الفكره ديال اي واحد زعما اللي غادي يلعب الكره يقاو الفكره ديالو. بيان سور كل مغرب ديما مغرب ان شاء الله هو اللي غادي يربح، وكنتسناكم تعطينا واحد النتيجه مذهله ونفرحوا بكم ونفرحوا وكاع الشعب المغربي ان شاء الله يفرح، وندير واحد لافيت كبيره وديما ديما مغرب ان شاء الله هو اللي غيربح. صراحه كان اداء متميز، وكاع ولا شتي الجزائر نهار لعبوا مع مصر كانوا خايفين، وفاش تاهلوا خافوا قتلوا لي الجزائر. ديما مغرب ديما مغرب، وان شاء الله هي اللي غادي تربح. كوراج، كنتمنوا لكم كاع الخير ان شاء الله، وان شاء الله تالقوا ديما، وان شاء الله غادي تربحوا بطبيعه الحال كنرشح المنتخب الوطني. الاداء ديالهم كان مزيان طول هذه المباريات اللي دازت، كانوا تبارك الله عليهم ما شاء الله مزيانين، دونك كنشوفهم هما اللي يستحقوا الفوز. الله يوفقهم، وكنتظر منهم نتيجة تكون مزيانة تفرح المغاربة، تفرحنا كاملين إن شاء الله، وبغافو لي اليوم. ديما المغرب. كنتمنى يفرحونا، والشعب المغربي كله كينتظر هذه الفرحة من شحال هذه، وكنتمناهم يكونوا قد المسؤولية، وإن شاء الله الله يوفقهم. ان شاء الله حنا بغينا المنتخب ديالنا يربح على طبيعه الحال، المغربي كنتمنى المغرب يربح ان شاء الله، حيت بعدا اول حاجه الجزائريين بعدا شويه ولكن نتمنوا ان شاء الله الخير للمغرب، المنتخب المغربي غا هما خصهم كما سميتو خصهم يكونوا اسود، اسم على مسمى، يكونوا اسود في التيران. وزوين ما بيش هذا المدرب مهم، ما بيش الدراري زوينين محترفين، نتمنى لهم التوفيق، ونتمنوا للمغاربه كلهم يكون يزيدوا لقدام ان شاء الله لما نديو الكاس كاع. بالنسبه للاداء ديال المنتخب الجزائري ما عندهم، ولكن نتمنى حنا التوفيق للبلاد ديالنا والتوفيق لاسود الاطلس، والله يوفقهم كل خير. الرساله اللي اللعبه يلعبوا يكونوا اسود في الاطلس، يكونوا اسود الاطلس في التيران، يكونوا يفرحونا بالعربيه، يفرحونا ويكونوا يفرحونا، بغيناهم يديروا شي حاجه في هذا الكاس ان شاء الله، واللي ما كاع يديهم ان شاء الله. بيان سور المغرب هو اللي غادي يربح، حيت كون ما كناش قد الربح ما غاديش نكونوا مرشحين اصلا. بيان سور راني بغيت المغرب هو اللي يربح،
ان شاء الله نديو لاكوب. علاش لا؟ بصراحه جاني مزيان، كان الاداء رائع. هي زعما وجهه نظر ديالي ان المدرب يبدل شويه الخطه مره مره، يبدل الخطه وما يبقاش داكشي غادي، ما يمشيوش على زعما ان سول بلان، ديما يبدلوا، ديما يديروا ان بلان بي. الدراري لعبوا مزيان وتقاتلوا في التيران، حنا معولين عليكم، بغينا نخرجوا في اللي نديروا.